مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية على قناة رؤيا، والبداية بأبرز عناوينها. البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر لتوحيد الصف الفلسطيني. الوزير الأول يتحدث عن دفتر شروط استيراد السيارات لدى عرض سياسة العام للحكومة أمام مجلس الأمة. دوليا، ارتفاع ضحايا انفجار منجم في تركيا إلى 40 قتيلا. والصين لا تستبعد اللجوء للقوة لحل مشكلة تايوان. أهلا بكم من جديد. أشاد البرلمان العربي في بيان له بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني والتوقيع على وثيقة إعلان الجزائر باعتبارها خطوة إيجابية على الطريق الصحيح نحو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية للبدء بعملية سياسية جادة تفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف البرلمان العربي في بيان له اليوم أن هذا الإعلان جاء استجابة لجهود الجزائر التي نجحت في تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، مثمنا عاليا ما تقوم به الجزائر من جهود مقدرة لرعاية ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية. في الشأن المحلي، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم السبت أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط استيراد السيارات لتجاوز الاختلالات المسجلة في الملف. وقال ابن عبد الرحمن في كلمته لدى عرض السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة إن الجزائر ستخطو خطوات متسارعة لتحقيق صناعة ميكانيكية حقيقية في البلاد. هذا وتشهد أسواق السيارات المستعملة عبر مختلف الولايات حالة من الركود التام، وهذا بعد القرار الذي يسمح باستيراد المركبات أقل من 3 سنوات. قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أنه تم تنظيم كافة الأمور من أجل إنجاح الانتخابات البلدية الجزئية عبر 6 بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو، مشيرا إلى أن التأطير حاضر في مكاتب التصويت. وأضاف شرفي خلال كلمة له بمناسبة انطلاق الانتخابات الجزئية أن العملية تتم للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية كي تصبح الجزائر الجديدة تتمتع بكل مؤسساتها، مما يساعد على تعميم العملية الانتخابية والحركية التنموية. إلى عنابة، إن تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الخارجي سيدي سالم بأمن دائرة البولي من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال باستعمال منصات التواصل الاجتماعي. مراسل عنابة والتفاصيل. في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، نجحت قوات الشرطة الأمن الحضري خارجي سيدي سالم بأمن ولاية عنابة من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال باستعمال منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. المصلحة وبفضل الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة تمكنت من توقيف شخصين مشتبه فيهما يتراوح سنهما من 27 إلى 32 سنة، مع استرجاع مولدين كهربائيين، كما تم استرجاع سيارة سياحية يستعملهما المشتبه فيهما في التنقل للإيقاع بضحاياهما، كما تم استرجاع أيضا كمبيوتر محمول يستعمل في نسخ وثائق مصرفية مزورة لإيهام الضحايا بأنهما قاما بصب مستحقات هذه المولدات الكهربائية في حسابهما الخاص. استرجاع أيضا 3 هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم. المصلحة اتخذت كافة الإجراءات بالتنسيق مع السيد الوكيل الجمهورية المختص إقليميا. دوليا، ارتفعت حصيلة وفيات انفجار منجم في بارترن شمال تركيا إلى 40 قتيلا حسب ما أعلنه وزير الداخلية التركي اليوم السبت. وأضاف أن فرق البحث أنقذت 58 عاملا من أصل 110 كانوا عالقين في المنجم بعد الانفجار، مشيرا إلى أن استمرار عمليات البحث عن عامل واحد جارية. وقد أجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته إلى ديار بكر ليتوجه إلى مكان وقوع الحادث للإشراف على سير عمليات الإنقاذ في المنجم. من تركيا إلى الصين، أين أكد الناطق باسم المؤتمر العشرين الحزبي الشيوعي الصيني الحاكم سون يي لي أن بلاده لا تستبعد اللجوء للقوة لحل مشكلة تايوان، لكن فقط ضد محاولة انفصال الجزيرة أو حدوث تدخل خارجي فيها. وأكد أن هذا لن يكون موجها بأي حال من الأحوال ضد شعب تايوان، لأن هدف بكين هو الحفاظ على آفاق إعادة التوجيه السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي للصين.
غمرت مياه الفيضانات المنازل في ميلبورن ومدن أخرى في جنوب شرق أستراليا منذ أمس الجمعة، ومن المتوقع أن تظل الأنهار مرتفعة بشكل خطير لعدة أيام. ووفقا لخدمة الطوارئ الحكومية فإنها نفذت 108 عمليات إنقاذ من الفيضانات التي في فيكتوريا خلال 48 ساعة الماضية. وضربت فيضانات مدمرة الساحل الشرقي لأستراليا بشكل متكرر منذ أوائل العام الماضي. بهذا الخبر من أستراليا نكون قد وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام جولتنا الإخبارية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.